السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ساينس فيلو. معاكم بيوميديكال ساينتست محمد ياسر. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب لو ما كنتش مشترك في القناه وتفعل علامه الاشعارات علشان يجي لك كل جديد. هنتكلم النهارده عن فاينمن ليرنينج تكنيك او طريقه ريتشارد فاينمن في التعلم. الطريقه دي اثبتت انها افضل طريقه في تعلم اي شيء جديد انت نفسك تتعلمه. الطريقه دي حطها العالم العظيم دكتور ريتشارد فاينمن الحاصل على جائزه نوبل في الفيزياء سنه 1965. ريتشارد فاينمن كان عنده مقدره غريبه ان هو يشرح اي شيء معقد ويبسطه لكل المستمعين، وفسر ده بطريقته في التعلم اللي بتتقسم لثلاث خطوات هنعرفها مع بعض. الخطوه الاولى بريتند تيتشينج تو ا تشايلد، يعني تظاهر ان انت بتدرس لطفل. بمنتهى البساطه هتجيب ورقه بيضه فاضيه وتكتب في الجزء العلوي منها اسم الموضوع اللي انت عايز تتعلمه، ولكن انت عايز تتعلم مثلا الكتابه على الوورد، وهتبتدي تتظاهر انك بتشرح كل حاجه تعرفها عن الموضوع اللي انت عايز تتعلمه لطفل في سته ابتدائي. هتقولي اشمعنى طفل في سته ابتدائي او اشمعنى طفل عموما؟ يعني هقول لك علشان كل ما انت كنت فاهم الموضوع بشكل عميق من كل الجوانب هتقدر تستخدم الفاظ ابسط في شرح الموضوع. كمان لما بتحاول انك تشرح او تفهم حاجه لطفل فانت بتكون مجبر على استخدام الفاظ بسيطه، وده هيجبرك على انك انت تفهم الموضوع بشكل اعمق. وانت بتعمل كده هتلاقي نفسك وانت بتشرح في حاجات بتشرحها كويس، وفي حاجات ابتديت تتهته فيها ومش عارف تبسطها، وهي دي النقط اللي عندك فيها ثغرات ومحتاج انك انت تراجعها تاني وتفهمها بشكل اعمق. وده هينقلنا للخطوه رقم 2. ستيب نمبر 2 او الخطوه الثانيه اسمها خطوه الريفيو او خطوه المراجعه، ودي تكون في النقط اللي ما عرفتش ان انت تبسطها، لان هي دي النقط اللي عندك فيها ثغرات. زي انك مثلا تنسى حاجه مهمه مرتبطه بالموضوع اللي انت عايز تشرحه، او مش عارف تفسر حاجه في الموضوع، او حاسس بصعوبه في الاسترسال والتفكير في نقطه معينه في الموضوع. هنا تبدا ترجع للمصادر، سواء كانت كتبك الجامعية أو كتبك المدرسية أو حتى فيديو شرح أنت بتستقي منه المعلومة، أو حتى ريفرنسز زي الريفرنسز بتاعتي اللي أنا بحضر منها كل الحلقات اللي أنا بعملها. أيا كان بقى الريفرنس اللي أنت بتحضر منه، المهم إنك أنت بعد ما تعمل كده ترجع وتتظاهر بالشرح مرة تانية وشوف نفسك هل اختلفت عن الأول ولا لأ، وهل حصل تحسن عندك ولا لأ، وكرر الخطوة ديت لحد ما تحس إنك بقيت بيرفكت خلاص. بعد ما تنتهي من ستيب نمبر 2 تدخل في ستيب نمبر 3، والستيب نمبر 3 أو الخطوة التالتة بمنتهى البساطة كده بتعمل organizing أو بتعمل simplifying. إزاي؟ يعني أنت بتعمل تنظيم وتبسيط. أنت دلوقتي معاك النوتس بتاعتك اللي أنت ابتديت تكتب فيها أو الملاحظات اللي كتبتها بإيدك. نظم النوتس ديت اللي أنت كتبتها بإيدك وضيف عليها من أسلوبك التبسيطي، وحاول التقليل من مصطلحات المصادر، واعتمد على أسلوبك أنت وابدأ اقرأها بصوت عالي. لو اتبعت الاسلوب ده في كل حاجه انت نفسك تتقنها او تتعلمها صدقني هيفرق معاك كتير جدا. يعني انا عن نفسي بتخذ الاسلوب دوت في اي حاجه بتعلمها وبيفرق معايا جدا جدا بفضل الله. يا رب يكون موضوع النهارده مفيد. انا هي خبره انا حبيت ان انا نقولها ليكم، يعني بعيدا عن بقى ايه كلاكيع المواد العلميه وكده، فالنهارده حاجه لطيفه كده مع بعض. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.